احنا عندنا مشكلة في مصر بسبب حوار الحجاب. الحجاب بيكتم الحرارة، وخصوصا 90% من البنات، انا كل البنات اللي بتجيلي بقولها يا حبيبتي الحجاب بتاعك لازم تستخدمي حجاب قطن 100%، حتى لو الحجاب اللي فوق شيفون او حاجة فيها بوليستر او كذا، اللي تحت لازم تكون قطن 100%. يعني في كمان بنات متخيلة ان البونين اللي بتلبسه تحت الحجاب قطن وهو مش قطن، فلازم تتحرى من اماكن كده معينه تكون بتبيع قطن 100%. ده يعني ده مثلا بنسبه 50% من حل المشكله. تخيلي يعني الترباو ده اللي بيبقى تحت الحجاب ده كده انت حلتي 50% من المشكله. تمام. الحل التاني الاكل، انك انت تبقي بتاكلي حاجات فيها اكتر زنك، فيها اكتر بايوتين. الحاجات دي مش صعبه انك انت تدخلي على الانترنت وتعملي ريسيرش وتشوفي الاكلات والخضار والفاكهه وانواع الاكلات اللي بتبقى فيها العناصر الغذائيه دي. فانت بتمدي البصيله نفسها بدم ريتش بالحاجات دي. طيب لو احنا عندنا فقر في الحاجه دي مؤقتا كده، هنبدا ناخد الفيتامينز واقواهم واهمهم البيوتين والزنك.